رمضان مبارك. أنا الدكتورة مايا خوري، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل بمركز دكتور سليمان الحبيب. خلال شهر الصيام تتعرض البشرة لكثير من الجفاف والتشققات نتيجة ارتفاع حرارة الجو وعدم تناول السوائل لساعات طويلة. للحفاظ على بشرة صحية ونضرة بنصح باتباع نظام غذائي جيد، الاكثار من شرب الماء والسوائل خلال الفترة بين الإفطار والسحور، وعدم تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه. كمان من الأفضل وضع كريم مرطب جيد للوجه والجسم وتطبيق الواقي الشمسي عند الخروج.